إلى مناظرة أوسع وتكوين وتمكين أكبر للمرأة، لأن المرأة المغربية تستحق. المرأة المغربية كفؤة بشهادة الجميع، بشهادة السلام عليكم. اولا كنشكركم ومرحبا بكم معنا. اليوم حنا كنتواجدوا في دار الشباب المرشان، عندنا هذا الستوند ديال الجمعيه ديالنا ديال انجيس للصيد الرياضي الشاطئي، اللي هو ضمن الحفل باليوم العالمي لهذا المراه وعيد الام، المنظم من قبل الهيئه المغربيه للشباب الملكي الصحراوي، الفرع ديال الاقليم هنايا، بالشراكة مع 11 جمعية من بينهم الجمعية ديالنا. حنا هذا ستوند من خلاله كنعملوا واحد التعريف بالجمعية ديالنا وبالصيد الرياضي الشاطئي، اللي بزاف الناس ما كيعرفوهش، كيسمعوا الصيد كيجيب لهم الله يعني الصيد بحال اللي كان هذا قبل. يوما الصيد الرياضي كيتضمن بزاف ديال هذا، المعدات جداد والتقنيات جداد، والصيد الرياضي هو رياضه بحال جميع الرياضات، عنده جامعه دوليه وكاين هذا الجامعات، كل دوله عندها الجامعه ديالها. حنا للاسف باقي ما عندناش الجامعه، ولكن كاين عصاب، كاين انديه رياضيه. الجمعيه ديالنا من بين اقوى الجمعيات اللي كيتواجدوا في الساحه الوطنيه. رئيس معكم رئيس جمعيه السلام الرياضيه. الجمعية السلام تأسست سنة 1999 منضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ. بالنسبة للأهداف ديال الجمعية، أهداف إنسانية وأهداف رياضية. كنخدموا في المجال الإنساني اللي كيتعلق بالإسعافات الأولية، حملات تحسيسية ديال الإسعافات. بالنسبة للإنقاذ البحري تا هو كذلك كنعملوا حملات تحسيسية على الإنقاذ البحري. كنأطروا لي متر ناجور تا هما كنعملوا لهم التأطير. بالنسبة للجامعة الملكية، أنا عضو في الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، وكان وجدوا البطولة ديال المغرب. عندنا برنامج فيه بطولة ديال المغرب، وعندنا فيه حملات هي تحسيسية، وعندنا فيه حتى كنوجدوا كنأطروا لي متر ناجور دوليين باش كياخذوا شواهد ديالهم دولية. والدور ديالنا في اليوم في هذا الحفل، الدور بأن كان داخل في إطار ديال التنظيم ديال هذا الحفل ديال اليوم العالمي للمرأة والأم، اللي اليوم الحفل ديالو في هذه اللحظة في الأثناء هو اليوم الثاني فيه. والدور بالنسبة حنايا جينا باش كنعرفوا بالجمعية ديالنا، مع هاد الجمعيات اللي كاينة مشاركة كنعرفوا بالجمعية ديالنا بالأهداف ديالها، وكنعرفوا بالأنشطة ديالها. وعندنا بعد التلاميذ هما اللي تخرجوا من هاد الجمعية غادي يقدموا بعد شواهد ديالهم في هذه الجمعيه شني كيستافدوا منها. شنو هما الانشطه اللي عملتوها؟ بالنسبه حنا اليوم كنقدموا واحد الورشه ديالنا ديال الاسعافات الاوليه، وعندنا جوج ديال المدربين دوليين، واحد غيقدم داخل العرض الداخل غيقدم الاسعافات الاوليه، وغادي وكاينه فيديو على حسب النشاط ديال الجمعيه، النشاط الرياضي اللي كتقوم به الجمعيه في الشاطئ البلدي. وفي نفس الوقت عندنا مستقبلا مشروع ديال الانشطه في المسبح البلدي ان شاء الله بحول الله. ورد واحترام وتقدير، وكل عام والمراه المغربيه متألقه وناجحه ان شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.